بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تنظم اليوم كلية العلوم والتقنيات بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات تظاهرة علمية، وهي في نسختها الأولى حول الزراعة المستدامة والتقنيات الجديدة والزراعة المستدامة. الموضوع يعني مهم جدا نظرا لما يعرفه المغرب هذه السنوات الأخيرة من جفاف، وهذا الجفاف يعني قد وضع المغرب في من ضمن الدول التي يعني عندها نقص كبير في الماء. هذه الندوة يحضرها تلة من الخبراء في ميدان الزراعة والأبحاث العلمية، ويحضرها أساتذة باحثون وكذلك يعني طلبة في سلك الدكتوراه، ما يناهز 150 أو 200 مشارك في هذه التظاهرة. سوف يعني يتحاورون ليوم كامل حول مشاكل الزراعة والحلول التي ممكن أن يقترحونها لزراعة مستدامة. فنحن نعرف أن المغرب انخرط في العديد من البرامج، منها برنامج المغرب الأخضر، منها يعني برنامج الجيل الأخضر 2020-2030، وصاحب الجلالة نصره الله يعني أعطى انطلاقة العديد من البرامج لكي يعني ينقذ الزراعة أو الفلاحة في بشكل عام هذه الآونة الأخيرة. ما نطمح إليه من خلال هذه التظاهرة العلمية هو ما سوف إن شاء الله يتمخض عنه اللقاء من يعني توصيات، هذه التوصيات التي تكون إن شاء الله يعني بداية عمل وشراكة بيننا وبين المكتب الشريف للفوسفات للعمل قدما إن شاء الله لإيجاد العديد من الحلول التي تخص التربة وتخص المياه وتخص الطاقة إن شاء الله.